ابتديت بقى ادخل بقى مع الفريق. وانت بتتكلم عن منتخبات الناشئين وكنت انت احد يعني اللعيبه اللي كنت دايما بتنضم لمنتخبات الشباب. معانا دلوقتي يعني اتصال من تونس، كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب. تحياتي ليك يا كابتن ربيع. اهلا بيك يا كابتن اسامه، اهلا وسهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي الامير، اهلا وسهلا بيكم. في البدايه بنقول لك كابتن ربيع هارد لك النهارده في مباراه امام تونس، لكن اكيد المكاسب كبيره جدا من خلال الاشتراك في بطوله شمال افريقيا. اه طبعا مسافه كبيره جدا جدا، وطبيعي جدا ان اكيد في سلبيات بنعالجها، واي سلبيات بتبقى في صالحنا، لان لما تيجي سلبيات فينا بدري اكيد ان احنا بنعالجها ونشوفها تقصير في بالنسبه للنواحي الفنيه. الايجابيات طبعا اكيد برضه في ايجابيات مفيش كلام يعني. تمام. 4 ماتشات مهمين جدا في 8 ايام، يوم مباراه وراحه، يوم ويوم ويوم، اكيد دي برضه اضافت خبرات للعيبه كثيره جدا. سير المباراه اضاف مباريات، الاهداف اللي سجلناها، مباراه النهارده برضه ده درس جميل جدا برضه، اكيد هيضيف للعيبه خبرات في مواقف ان شاء الله ممكن يتعرضها في حياته. اعتقد ان احنا كسبنا منتخب ان شاء الله يعني واعد باذن الله تعالى، هيبقى مستقبله كبير، جيل ان شاء الله هيحقق نتائج كويسه. واكيد يا كابتن اسامه ان انا استفدت من البطوله دي لما لاعب المغرب واكسبها، ولما لاعب الجزائر واكسبها، وبوركينا فاسو متعادل، والنهارده بفارق الاهداف لتونس اكثر كسبنا كتير جدا. فطبعا بشكرهم على ادائهم، واولاد صغيرين في السن ان شاء الله هيتعرضوا لمواقف كثيره جدا، واكيد هيستفيدوا هم برضه معايا من البطوله، وبعض اشرح لهم الاخطاء ايه واحده واحده، وان شاء الله يبقوا جيل واعد باذن الله لمصر بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله من خلال البطوله القويه دي يا كابتن ربيع اللي فيها تونس والمغرب والجزائر وبوركينا فاسو، ممكن يكون الكابتن ربيع ياسين وصل ل 70 80% من قوام منتخب الشباب؟ لا مش 80 ولا 70، لسه شويه يعني، ممكن توصل ل 60 يعني. لسه احنا عندنا طبعا، احنا عندنا في لعيبه غايبه يعني، في في اثنين مهمين في ام بي، ولاعب مهم جدا في النادي الاهلي، ولاعب في سموحه، 4 لعيبه مهمين جدا برضه، دول وجودهم مهم جدا يا كابتن اسامه. لكن ان شاء الله اللي موجود ان شاء الله يكون فات، وفي نفس الوقت انا لسه ما وصلتش القناعة ان ممكن بامر الله اقول، لكن اكيد في نواقص، لان برضه لسه في وقت شويه، ونتمنى ان الوقت القادم ده نقدر نقف احسن وافضل، والنواقص اللي عندنا نكملها باذن الله تعالى، ونوصل لشكل فني يرضينا باذن الله تعالى، يقدم اداء ويقدم نتائج بمشيئه الله. مع الماتشات طبعا مهمه جدا الماتشات، لان الماتشات هي اللي هتفرق معايا يا كابتن اسامه. الماتشات احنا يعني اخر ماتشات دوليه قويه وديه كانت في اسكندريه في ابريل، النهارده بلعب في شهر 11 يا كابتن اسامه، يعني فارق كبير جدا في الشهور، فقصدي عندنا 12 ولحد شهر 3 4 مهمه جدا الماتشات، عشان هي الماتشات اللي هتقلل الفرقه، اللي هتنزل الفرقه باذن الله، اللي هتضيف لهم الخبرات اللي نقدر نواجه بيها باذن الله المنتخبات القويه بمشيئه الله تعالى. كان في تصريح مهم للكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي، يعني بيشكر الكابتن ربيع ياسين على يعني هو اول واحد اكتشف لاعبي انبي، 2 من لاعبي انبي اللي كانوا موجودين في مباراه الزمالك السابقه. كابتن ربيع طبعا الكابتن حلمي بشكره، مدرب يعني كبير ومدرب فاهم، لما هو طبعا كان يعني مهاجم، هي اللعيبه انا دوري ده انا اتواصل مع المدير الفنيين يا كابتن اسامه، وده اللي حصل قبل البطوله فعلا، التواصل اللي حصل وحياته ست اللعيبه. لان انا كنت محتاجهم الاثنين زياد طبعا وعبد الله، لكن فضلت ان مصلحه الفريق مفيش مشاكل برضه خالص، لانه احتاجهم، بدل احتاجهم انا ما عنديش اي مشكله، ان اي لعيب في الفريق كبير وفريق كبير محتاجه ما عنديش مشكله يبقى معاه، لانه هيتمرن كويس وهيتغدى كويس واخد بالك، وهيركز كويس وهيجيلي بفضل الله تعالى فورمه كويسه جدا. فبرضه عندي في محمود صابر في برضه المستقبل، الولد راح لعب ماتش الخميس ورجع امبارح ولعب ماتش النهارده وسجل هدف، ده برضه بشكر نادي المستقبل ورئيس نادي المستقبل طبعا كابتن رمضان السيد، وبشكر محمود. فهي الروح خلي بال حياتك، التواصل مهم جدا يا كابتن اسامه، في نفس الوقت انا يهمني برضه ان الولد يتمرن مع الفريق كبير، وهم اكيد بياخدوا اضافات قويه جدا وياخدوا خبرات ممكن تبقى اضافه في المستقبل بمشيئه الله تعالى يا كابتن اسامه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخبنا للشباب، يعني كانت تجربه مهمه جدا في بطوله